شيخ محمد حسين يعقوب أنكر أشياء كثيرة وقال أشياء كثيرة تحتاج وقفة منا، خصوصا وأني من الأوائل الذين من الشيوخ الأوائل الذين عرضت لهم مقاطع منذ انطلاقة برنامجي سؤال جريء، وأنا أعرض دائما لأعرض مقاطع لشيوخ السلفية، بل عملت حلقات اسمها محاسبة الشيوخ، وكنت ولا زلت أرى بأن واحد من أسباب تخلفنا هم شيوخ الإسلام، وواحد من أسباب انتشار الإرهاب هم شيوخ الإسلام. هذه الحلقة ليست يعني استثناء، لكن هي تكملة لنفس الأفكار. إذن عنوان الحلقة حقيقة الشيخ حسين يعقوب. ظهر الشيخ حسين يعقوب على كرسي متحرك، وقد رفض الظهور في المحكمة مرات كثيرة بحجة المرض، قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، لأننا تعودنا لا نعرف ما هو الصدق وما هو الكذب عند شيوخ السلفية. أيضا الشيخ محمد حسين رفض أو اعتذر عن الظهور أمام القضاء بنفس الطريقة لظروف صحية. وأردت أن أبدأ بالشيخ محمد حسين لأنه من الأوائل أيضا الذين تطرقت لهم، ومن الذين سيدلون بشهادتهم، وبعد ذلك سأمر للشيخ محمد حسين يعقوب. كيف يستخدم الشيوخ الأعذار الصحية؟ يستخدمونها في إطار المعاريض وفي إطار الكذب، والكذب حلال عند شيوخ السلفية، خصوصا الكذب الذي تستخدم فيه التورية والمعاريض. سنرى فيديو عرضته قديما تحت عنوان الكذب في الإسلام، لكن في هذه الحلقة أريد أن أجعله مقدمة لما سأقوله بعد ذلك لأنه يصب في نفس الموضوع. دعونا نشاهد الشيخ محمد حسين ثم نعود. ممكن حضرتك بفضل الله المعاريض اللي الباب يطرق وأنت لا تريد أن تخرج مثلا لهذا الطارق، وأنت جالس على الكرسي تقوم نايم تنام وتقول لولدك قل للطارق أبي نائم وأنت نائم، لا حرج في ذلك. ممكن تدخل حجرة وتقول لولدك قل للطارق أبي ليس هنا، ويشير إلى موضع الباب أو إلى موضع المكان الذي هو فيه، وبالفعل هو صادق لأنك لست في هذا المكان إنما أنت في مكان آخر، وهكذا. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أما الكذب فهو محرم، ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 3 حالات فقط. إذن الكذب حرام لكن المعاريض حلال، يعني الكذب حرام طبعا بالنسبة لهم، أنا ما أعرفش إيه الفرق، لكن الكذب حرام لكن المعاريض حلال. أعتقد لما راح الجواب أو يعني طلب الامتثال أمام المحكمة وصل للشيخ، وإذا أوصله عون قضائي أو شخص من القضاء سيقول له ابن الشيخ أبي ليس هنا، وهو يقصد المكان الذي واقف فيه، أو يقصد أبي مريض حبا، أبي مريض بحب رسول الله مثلا، أي شيء من هذا القبيل. طبعا نصف الجملة سيقولها في داخله والنصف الآخر سيقولها للشخص الذي استدعاه، وبذلك يكون قد قام بالتورية وبالمعاريض. أبي يعني ليس ها هنا، أبي نائم، وطبعا يروح الشيخ نائم حتى ما يطلعش ابنه كاذب. كل هذه الحيل حتى ظهور الشيخ محمد حسين يعقوب بالكرسي هو من باب نفس الحيل، هم لا يخجلون من هذه الأمور، هي جزء من الدين على فكرة، جزء من الدين. تذكير فقط، هذا تذكير لمن لم يرى حلقتي في الماضي، إن في المعارض حديث، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إيه معنى الكلام؟
والمعنى في المعاريض ما يغني عن الكذب. يعني عندنا مجال واسع في المعاريض، ممكن نكتب مثل ما نريد ويغنينا عن الكذب. الكذب ده كذب شرعي، الثاني كذب غير شرعي، فإحنا نحن عندنا كذب شرعي اللي هو المعاريض. معاريض الكلام هو كذب من حيث يظنه السامع، وصدق من حيث يقول القائل. وقد قلت زمان مثلا لو استخدمت المعاريض سأقول لشخص أنا لست مسيحيا، سيفهم منها أنني لست مسيحي، لكن في داخلي سأقول لست مسيحيا بالمولد، وهكذا أكون صادق مع نفسي لكني كذبت على الرجل. أو أقول أنا مسلم وفي داخلي أقول مسلم سابق، والرجل فهم أنني مسلم حاليا. المهم هكذا تتم المعاريض لمجرد يعني التحايل الشرعي. وقد قال ابن القيم، وهو من كبار الشيوخ أيضا وأعتقد أن الشيخ يقتدي به، جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، وده في زاد المعاد في هذه خير العباد، قال لك أنه يجوز إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير. يعني ما لا أعرف تقييم الضرر هنا يعود للشخص نفسه، يعني هو يقيم الضرر إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. فالشيخ شايف أنه في إجحاف حق المشايخ، يريد أن يحمي نفسه ولذلك لجأ إلى الكذب، وما عندهمش إشكالية في هذا الأمر. خلينا نسمع جزء آخر، والآن ندخل إلى بطل هذه الحلقة الشيخ محمد حسين يعقوب، خلينا نسمعه. احنا بقالنا 33 سنة في الدعوة النهاردة، محمد حسين يعقوب ما هو صغير، بقالنا 33 سنة النهاردة في الدعوة، فضل الله عز وجل كلمتنا واحدة. ايوه كلمتكم واحده، حسين يعقوب مش صغير، ده اكيد الصغير هو الفتيات اللي شفنا بلاغ جديد ضد الشيخ محمد حسين يعقوب بسبب 20 فتاة عذراء. احنا عارفين انك مش صغير، لكن احنا عارفين ان الفتيات اللي بتروح تجيبهم تحت الزواج وتحت كل هذه المسميات بنعرف انهم صغيرين، لكن خلينا نكمل معاه الكلام. عمرنا ما نافقنا حد، ايوه، ولا عمرنا امسكوا علينا كلمة. عندك 30,000 مادة على النت، 30,000 مادة، قلبهم افرزهم. حاولنا نفرزهم، لكن محمد حسين يعقوب يغلق موقعه الرسمي وقناته على اليوتيوب. لاحظوا انه هم سكيزوفرينيا. احنا دوروا طبعا، ده الكلام بيقولوه على اساس انهم هم بيقولوا الحق وان عندهم ارشيف. طب لماذا حذفت الارشيف؟ لماذا حذفت الموقع؟ لماذا حذفت الفيديوهات؟ فيش شخص يتلون اكثر، يعني لو كان التلون والتغير يتجسد سيكون تجسد في الشيخ محمد حسين يعقوب في المحكمة. خلينا نكمل معه. من أولهم لأخرهم طلع لي كلمة إن إحنا مدحنا ظالم، ولأن إحنا نفقنا أي حد في الدنيا. فضل الله عز وجل كلمة الحق، والحق وحدة، وسنظل أعزة بالحق وبالحق وحدة، وستظل رؤوسنا في السماء بالحق، لأن لنا منهج لا نتلون عليه، ولا نغير ولا نبدل ولا نجامل ولا ننافق، بل نقول الحق والحق وحده. إذن الشيخ يقول أنه يقول الحق والحق وحده، أو لا يغيرون لا يجاملون. طبعا رأيتم وسترون في هذه الحلقة كم من الأشياء يغيرها الشيخ، وكم من الأمور التي غيرها بعد ما قال كلام كثير. أول شيء نبدأ به، فاكرين غزوة الصناديق؟ غزوة الصناديق علق عليها ناس كثيرون، لكن أنا حابب أعلق عليها من جهة تانية. غزوة الصناديق قال لك أنه الناس قالوا نعم للدين. خلينا نشوف ماذا قال وقتها ونشوف تعليقي بعد ذلك. بلغتني أخبار سارة بنعم. الله أكبر. وكانت هذه غزوة اسمها غزوة الصناديق. كان السلف عليهم رحمة الله يقولون لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، الجنائز يعني يوم ما موت
شوف انا كم يمشي بجنازتي وانت اما تموت شوف كم يمشي بجنازتك. بيننا وبينكم ايه؟ يوم الجنائز. النهاردة في زماننا بيقولولنا بيننا وبينكم ايه؟ الصناديق. بيننا وبينكم الصناديق. وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق وقالت الصناديق للدين نعم نعم انتم اهلي ورجالي. جزاكم الله خيرا. انا كنت بتابع كله فضل الله عز وجل، ولكن انصفنا الله الحمد لله، لانهم كانوا بيقولوا يعني ايه، كانوا مخوفيننا. كان كل برامجهم التلفزيونيه وكل جرائدهم كان مولد يا جماعه. فالحمد لله رب العالمين. بس هم دلوقتي طالعين في نغمه ايه، خلاص الدين هيدخل في كل حاجه، واحنا بنقول لهم ايه؟ نعم هيدخل. مش انتوا قلتوا الصناديق تقول خلاص الشعب، مش دي الديمقراطيه بتاعتكم؟ الشعب بيقول عايز. لاحظوا ماذا سيقول. مهمة هذه اللقطة، ماذا سيقول بعدها؟ سيقول انه اللي مش عاجبه. لاحظوا الشعب بيقول نعم للدين صح؟ صح. خلاص هي نعم للدين، احنا عايزين دين. واللي يقول ده خلاص بلد ما نعرفش نعيش فيها، انت حر. ايوه حر. الف سلامة. الف سلامة. يعني ايه عندهم تأشيرات كندا وامريكا هم حرين، لكن البلد الشعب، انتوا ديمقراطيتكم بتقول الشعب بيقول ايه؟ الشعب قال عايز دين، عايز دين اديله دين، واحنا بتوع الدين. اذا الشعب بيقول عايز دين اديله دين، وقال لك اتفضل اللي مش عاجبه يتفضل. طبعا اتفضل. ايه معنى الكلام ده؟ اللي مش عاجبه انه يحكم طبعا ده الكلام ده قاله في وقت اللي كانوا الاسلاميين ما شاء الله مكتسحين الساحه وكل شيء في ايد الاسلاميين وقتها، يعني اسود مش مثل وقت المحكمه. هنشوف الشيخ مش اول مره يغير كلامه في المحكمه، ده غير من قبل. كل ما اتزنق، كل ما امسكت عليه حاجه يطلع لك تخريجه ثانيه نفس حيل الترقيع اللي بيعملوها في الدين. صاروا خبراء، صاروا بيعرفوا ازاي يرقعوا حتى كلامهم. خلينا نشوف ماذا قال لما علقوا عليه الناس وقالوا له انه ستطرد، هل تطالب بطرد الناس؟ هل الكلام اللي قلته او عن غزوة الصناديق، ما هذا الكلام؟ لما علقوا نسخ كلامه كله وبدلوا بكلام اخر. خلينا نشوف الكلام الناسخ للكلام المنسوخ. اللي حصل كان بس مجرد هول المفاجأة، الانفعال في أيوة. في الفرحة بس، ليس بس. أكثر. وزي ما قلنا كده لما قلنا الناس اختاروا الدين واللي مش عاجبه ما قلتش يمشي. لا هو ما قالش يمشي، معارض. هو عمل كده، ده كده ممكن تكون سلام عليكم. اللي مش عاجبه الدين هاي، لو مش عاجبك الدين هاي، يا انا ما قلتش يمشي يعني. لا ولاحظ انه هيقولك قلتها وانا مبتسم، يعني ما قلتش يرحل. لا بابتسامة عريضة. هو ده شوفها تاني. شفتها؟ لا بحارب ولا بخانق ولا شفت، ما كانش حامل سيف او بيحارب. يعني فيها ايه لما يطرد الناس كده؟ يعني فيها هو كان عامل غزوة، يعني فعلا ركب يعني حامل سيف لا بابتسامة بيقولك تفضل برا البلد. يعني ما عرفش ليه الناس بتعلق على الشيوخ، ولا وإنما ده بمنتهى الحنية. أيوة بضحك معاه وبهزر وبقول له يا عم. انتوا فاكرين الشيوخ ما بيهزروش؟ الشيوخ السلفية عبسين دايما، ده كان بينكد. عرفش انا الناس كده اللي انا بقول له ده نفسه من عينه في تأشيرة من دول اصلا. هو عايز يروح اصلا، ما الشيخ لباله دعوته. هو صعبانين عليه اصلا المسيحيين واللادينيين والمضطهدين والاقليات، وعايزين يروحوا على اي حال. فهو سهل عليهم، قال لهم كده يعني خلاص. يعني ما هو الشيخ حنين على الاقليات. خلينا نشوف في المحكمة. أقسم الشيخ يمينا أنه سيقول الحق. تعتقدوا أنه الشيوخ بيحترموا اليمين؟
خلينا نسمع اليمين أولا وبعدها نكمل. شهادة حضرتك النهاردة أمام المحكمة فارق كبير في الطريق إلى الشباب خاصة وإلى المجتمع، فهي إما أن تكون شهادة حق أو غير ذلك، وأحسبك عند الله أن تكون من الأولى. قل لو سمحت. أحلف بالله العظيم أن أشهد بالحق ولا أقول إلا الحق. إذن الشيخ شهد أن يقول الحق وأن لا يقول غير الحق، قسما باسم الله، قسما بما يعتقد أنه أقدس شيء عنده. لكن هل أبر بهذا القسم؟ طبعا لا. خلينا نشوف أول كذبة كانت للشيخ، وهي حين قال أنه لا يفتي وأنه متخصص فقط في العباد، فقه العباد، أنه مش يعني عالم ولا هو يعد ضمن العلماء ولا يعطي فتوى على الإطلاق. خلينا نسمعه. في أي تخصص في مجال الدين قرأتم وتخصصتم؟ حضرتك الناس في الدين يقسمونهم إلى فئتين، علماء وعباد. أنا تخصصت في العباد منذ بداية حياتي ومنذ بداية أمري، فأنا نشأت في بيت جدي شيخي عبد الكبير وأبي شيخ. يعني الشيخ يقول أنا تخصص عباد، في علماء وفي عباد، أنا تخصص عباد، أنا ماليش في العلماء. ورثت منهم هذا المجال. حضرتك لي عشرات الآلاف من الأشرطة والمقاطع ومعلش بداية سنة، فكل هذا يعني على النت منشور والناس تسمعه، وأنا في الطريق منذ البداية. أنا لا أفتي، حين أسأل سؤالا أقول اسألوا العلماء. أنا لا أفتي، حين أسأل سؤالا أقول اسألوا العلماء، معناها أنا لست عالما ولا أطلق فتاوى على الإطلاق. هل هذا صح؟ هل كل واحد يعرف أن هذا غير صحيح؟ لكن الشيخ قاله أمام القسم وأقسم أمام المحكمة. لا يحترمون محكمة، لا يحترمون اسم الله، المعاريض عندهم تسري على الكل وممكن يعملوها حتى مع الله، ما فيش أي إشكال عندهم. أعتقد ما رأيناه في الشيخ حسين يعقوب يجسد المأساة في العالم الإسلامي. ناس كثيرة بتتبع الشيوخ وأعطتهم حق تقرير مصائرهم وحق الإفتاء في حياتهم في الصغيرة والكبيرة. طلع أنه الشيخ جاهل كما قال عن نفسه، أنه غير عالم، وأنه ممكن يبيعهم في لحظة واحدة ولا يأبه بما فعل، ممكن يمحي تاريخه في لحظة واحدة بضغطة زر. هل فعلا الشيخ كان لا يفتي؟ ناخذ واحد من المقاطع كده على السريع ونشوف بنفسه يعترف أنه يفتي، حتى يبين أنه الكذب يجري مجرى الدماء، ما عندهمش أي إشكالي، الكذب المقدس. خلينا نسمعه. انت بتسميه إمالة ان احنا اللي وقفنا مع النصارى في مواقف في اخطر واحرج الظروف، اللي الاخوة وكان الشباب كله مشعلل، واحنا وقفنا وقفتنا احنا اللي قلنا لهؤلاء النصارى حقوق ويعيشون بيننا في امان. هم عايشين بيننا في امان بفتاوانا دي، بفتاوانا. هو دي اللي انت بتسميها إمالة؟ ان احنا بنفتي بحق ومنهج، احنا نفتي بحق ومنهج. انتوا مين؟ احنا شيوخ السلفية. هو بيقول لك انا مش من فئة العلماء. احيلكم اعمل وانت بتتفرج الان، اعمل مجلس شورى العلماء، خليني اعرضها لك، لازال الموقع قبل ان يحذف. ده مجلس شكله شيوخ السلفية، سموه صفحة الرسمية لمجلس شورى العلماء. ومش علماء بس، هم صفوة العلماء، هم مجلس شورى يحكم ويبدي برأيه ويعطي النصيحة للرئيس ويقرر ويعمل أشياء كثيرة. أهو موجودين 10 علماء، 10 المبشرون بالعلم،
وبينهم محمد حسين يعقوب. اعمل سيرش الآن، موجودة لازالت الصفحة، طبعا هي شبه لا تشتغل الآن بسبب الظروف اللي حصلت بعد ذلك، لكن هي موجودة. فهو وقت كان الإخوان وكان الإسلاميون متسلطين، كان هو عالم من العلماء، لا مش من عالم من العلماء، من خيرة العلماء، لكن أمام المحكمة عالم مين؟ من أنتم؟ أنا مش عالم أصلا. خلينا نشوف بقية الفيديوهات لأنه هو سيعطينا المزيد من كلامه عن مستواه الدراسي، عن أشياء كثيرة. خلينا نسمعه. ما هي المؤهلات العلمية أو الدينية التي حصلت عليها ونوعها؟ أنا خريج دار المعلمين، دبلوم معلمين. تمام. أنا معلمين. فيش مؤهلات؟ كل ما استعدادات شخصية. أنا خريج دار المعلمين، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية من قراءاتي. يعني الرجل لا درس، لا متخرج، مستواه ضعيف، مقبول نوعا ما، ما بيأهلوش، ما عندوش دراسات متخصصة، لا حصل على شهادات عليا، لا أي شيء، وقال كل ما أقوله هو اجتهادات. يعني هم الشيوخ هم بيحطوا نفسهم في قائمة على أعلى القائمة من نفسهم، ويروح يحفظ لك آيات ويعمل أحاديث ويعمل كذا ويصير ويعمل لك لحية، ويصير هو الآمر الناهي، وتصير الناس تقبل إيده، ويصير عنده مرسيدس، ويصير عنده ستات بالهبل، ويصير عنده بيوت، ويصير عنده حسابات، ويصير عنده كل ده من غير ما هو أسهل طريق هو هذا الطريق الذي يسلكونه. لماذا؟ لأنه بيجيب لهم الأموال والتانيين تابعينهم دبلوم معلمين، وبيقول لك أنا في مجلس شورى العلماء، وبيفتوا في كل حاجة ابتداء من أظافر الست، أي طلاق تعمله لأعظم شيء في السياسة وهي مسائل الحكم. كل ده مفيش أي إشكال. خلينا نشوف يعني جزء آخر لما سأله وقال له أنا بخاطب فئة العوام. أنا بخاطب فئة العوام، أنا أعرف فئة مسألة، يعني كل شيخ بيبقى له مجال بيكلمهم، في شيخ بيكلم طالب العلم، في شيخ بيكلم الملتزمين، في شيخ بيكلم اللي زي أنا بكلم الناس العوام. يعني أنت حديثك على طول الخط تخاطب فيه العوام؟ ما خاطبتش الملتزمين مرة؟ ما خاطبتش الشباب؟ ما خاطبتش النساء؟ الشباب والملتزمين معظمهم عوام. يعني حضرتك لما تشوف الملتزمين هماش كلهم طلبة علم، الملتزمين برضو مبتدئين في الالتزام. يعني قال له أنا تخصص عوام، أنا بكلم الناس اللي ليست متفقهة في الدين ولا تعرف أي شيء عن أي شيء عنه. وبعد ذلك قال له ما هو ما بتخاطبش الملتزمين؟ نعم، ما هو الملتزمين عوام، وده اعتراف ضمني بأن أغلب الملتزمين في الدين لا يفقهون شيئا. ده باعتراف واحد من أكابر شيوخهم، أنا ماليش دعوة، هو قال هذا الكلام. بعد ذلك سأله عن تنظيم داعش، وسأعود لتنظيم داعش بعد ذلك، لكن اسمعوا جواب الشيخ أنه ماذا قال عن تنظيم داعش. هل يمكنك تحديد أفكار تنظيم داعش؟ لا أعرفه. فكره إيه؟ لا أعرفه. لا أعرفه. لا أعرفه. جاوبني. لا أعرفهم. أنا سأعود له. لا أعرفهم. ما هو داعش ما عرفهمش. فريق كرة بيلعبوا مع ضد برشلونة حاجة زي هما مين دول؟ من أنتم؟ يعني من هي داعش؟ ما عرفهمش خالص. يعني الناس عرفت، كل الناس عرفوا داعش إلا الشيخ حسين يعقوب ما كانش يعرف من هي داعش. طيب نكمل. إجابات مقتضبة، مش عاوز منك شرح، لأن أنت حضرتك التزمت بأنك داعية ووقفت عند حدود الدعوة واستفيد مصادرك ودينك ومعلوماتك من خلال مصادر محددة، مش عاوز تفتح معايا خط تاني يا شيخ محمد.
أنا كنت أود منك إنك ينطلق جوابك في كل المجالات تتكلم، إنما أنت حبست على قد ما تعرف، على قد ما تعرف. أنا جاهل. أيوة أنا جاهل. مبروك، الآن اعترف الشيوخ، واحد من كبار الشيوخ قال أمام القاضي أنا جاهل. طب لما أنت جاهل قاعد تفتي وعامل فيها عنترة في الفتوى ليه؟ طالع وعامل اللي فيها برامج ليه طالما أنك جاهل؟ ما تفسح المجال للناس الذين يعلمون. أنا جاهل. هو لما يكون المتمكنين هم علماء، لما ما يكونوش متمكنين هم جهال، بحسب الظروف يتلونون مثل الحرباء. أنا ممكن أصير عالم وممكن أصير جاهل بحسب الظروف، هذا ما يقولونه للناس. لكن خلينا نشوف الرجل الذي قال أنا جاهل وأنا لست في فئة العلماء، هو كان بيختار حتى الرئيس الذي سيتولى قيادة مصر، كان مدي نفسه هذا الحق وشايف نفسه أنه هو ممكن يقرر من يكون رئيس مصر ويختار، وأنه من صفوة الناس في المجتمع الذين يقررون هذه المسألة. خلينا نشوف كلامه بنفسه. بهذا الخبر الذي انتشر بأن مجلس شورى العلماء اجتمع الليلة اليوم، اجتمع ظهر اليوم اللي هو منه، وقرر دعم الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، دعمه والدفع به ومساندته والدعاء له. مجلس الشورى اجتمعت كلمته العشرة المشايخ كلمة واحدة، لم يختلف أحد، الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس، الشيخ محمد حسان أكرمه الله، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ جمال المركبي، الدكتور جمال المركبي، الشيخ وحيد بالي، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ سعيد عبد العظيم ده كبرنا يقدم، والشيخ جمال عبد الرحمن، والعبد المذنب الفقير محمد حسين يعقوب. العشرة لم العبد المذنب الفقير مع العشرة المبشرين بالعلم، العشرة العلماء، علماء السلفية. طلع هو كان كذا وقت حازم صلاح أبو إسماعيل، كان من العشرة، من قمة العشرة في النهائي، يعني في التصفيات النهائية. لكن لما جاء أمام القاضي هو جاهل، هو بيخاطب العوام، هو مالوش في العلم. عالم مين أصلا؟ إيه هو علم؟ إيه هو علم؟ ده كان ممكن ينكر ده. حتى شفت ناس بيضحكوا على السوشيال ميديا، في بعض خلاها يقول أنا ملحد، حضرة القاضي أنا ملحد أصلا، ده أنا مسيحي، وفي بعض الناس تريقوا علي. على العموم أنه أنكر هذه المسألة، وده شيء بسيط من الأشياء اللي بيعملوها الشيوخ في لما يكونوا في وضع صعب، سهل يكذبوا، سهل يتبرؤوا من كل شيء. نيجي لمسألة أخرى، هل الشيخ يكفر الحاكم؟ مثلا الحاكم الذي يحكم مصر الآن، هل الشيخ يكفره؟ شيوخ السلفية نعم بيكفروا الحاكم، لكن طبعا هو لو قال هذا الكلام لا أعمل له حركته، هتتفضل، وأنا بقولها بابتسامة، هتتفضل بحنية حتى، يعني لا، ما هو الشيخ لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، فحيبتدي يعمل يلعب مع القاضي. خلينا نسمع الكلام بتاع الشيخ في مسألة تكفير الحاكم. تكفير الحاكم، ما رأيك في القاضي؟ رغم يعني الكلام في التكفير ليس كلام عام كده، تكفير الحاكم إنما يبنى على شخص في حاجة اسمها تكفير المعين والحكم بالتكفير. تكفير معين، شخص معين، فلان كلام في هذه المسألة، في هذه المسألة ليس على إطلاق.
وإنما يجب أن يكون عن شخص ليس على إطلاق، وإنما يجب أن يكون عن شخص معين. هل تكفير الحاكم مسألة شرعية أم مسألة ظنية؟ مسألة قضائية. مسألة قضائية بمعنى القاضي اللي بيكفر. القاضي اللي بيكفر قبل القاضي الناس العلماء المشايخ بيقولوا إيه؟ نحن دعاة ولسنا قضاة. القاضي هو اللي بيكفر، أنا ماليش دعوة، يعني عايز يرمي الكرة للقاضي نفسه، أنت تكفر، أنا لا، أنا داعية فقط، أنا تخصص عوام، أنا عباد، أنا دبلوم معلمين، أنا جاهل، ما عرفش أي حاجة عن تكفير الحاكم. طبعا الناس دوروا وطلعوا له مقطع قديم يكفر فيه حسني مبارك حتى يبينوا أنه الشيخ أقل ما يقال عنه أنه يكذب تحت القسم. معلش المقطع فيه كلام لأنه متسجل أوديو، في ناس بتتكلم، لكن في آخر الكلام حنسمع درر عن تكفير حسني مبارك، خلينا نسمعه. لم أقصد قط أن أنا أسود بين الرئيس مرسي والرئيس مبارك، والرئيس مبارك كان رئيس شرعي رغما عن أنوفنا جميعا وإن رغمت أنا أقصد أنا، هذا كلام تلفوني يا سيدي. علمني هذا عقيدة السلف أنه حتى لو كان متغلبا بالفعل، لو كان متغلبا وجب علينا أن نطيعه فيما أطاع الله فيه. وما ليه القيد؟ ليه فيما أطاع الله وقال ولا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ لأن فيهم من سيعصي الله. مشكلتك أن أنت بتقرأ منهج اللي على هواك. لا اسمعني يا عمر، قضية المتغلب علينا أن احنا بنقول دلوقتي حكم جبري، هي دي مرحلته، مرحلة الحكم الجبري ده. هل الراجل ده إذا كنت أنا بعتقد كفره له ولاية عليا؟ نعم. قولي طبعا نعم. سلف يمر السلف جميعا قالوا هكذا. السلف لم يكن كافر ليه ولا ليه؟ نعم. السلف لم يكن كافر؟ نعم سيدي. أنت لا تعرف. لا سيدي. طب من الأفضل أن يقول لي إيه كلام السلف وأنا أقول. نعم. الرجل بيقول إذا كنت أنا بعتقد كفره تقول لي طب ما خرجتش عليه ليه؟ أنا بقول ما خرجتش عليه ليه؟ لأن أنا ما عنديش قدرة. اللي بيمنع الخروج حاجتين، القدرة والبديل. لا المصلحة، القدرة والمصلحة. إن حتى لو أنا قادر على إن أنا أغيره ثم ترتب على تغييره مضر أكبر يبقى لا يجوز تغييره. هو ده اللي كان بيمنعني، إلا أن الرجل تقول كده ثبت لدينا بالدليل القاطع أنه كان بيتكلم كلام كفري في الإنكار على الإسلام من الناس اللي حواليه ونقلوا عنه ونقل عنه، وأنه هو كان لا يصلي وأحيانا يصلي بغير وضوء إذا اضطر للصلاة وينام وهو يسأل. إلا يعني احنا بنقول كده، انا لما كانوا بتوع الجهاد وغيرهم بيتكلموا معنا في كفر حسني مبارك قلوا احنا عندنا 100 دليل في تكفيره بس مش بطريقتكم، احنا بنتكلم بعلم. عشان كده بقول ان الرجل اللي لما تيجي تقول محمد مرسي وحسني مبارك الكلام ده غلط، ما نسويش بينهم ولا بالعكس. وانا اقول كنت اعتقد انه لا ولاية لحسني مبارك علينا، أنا كنت أعتقد لا ولاية لحسن مبارك علينا، والشخص كافر، وما كان يمنعني أن أشيله من الحكم هو القدرة والمصلحة، ما كنتش قادر لكن هو كافر. بيقول لك إحنا دعاة ولسنا قضاة، التكفير من اختصاص القاضي. ده كذاب ولا مش كذاب؟ دي مش كذبة واحدة، ده عشرات الأكاذيب في شهادة واحدة. تخيل ده لو كان قعد بالساعات مثلاً، كم كذبة كنا سنراها. لا مش ليس هذا فحسب، محمد حسين يعقوب كان يكفر مصر كلها، كان يكفر الدستور، يكفر القوانين، هو ملوش دعوة حتى بدستور مصر، دستور مصر شرك. ده كان بيقوله على العلن، الناس اللي نسيت، ده كان بيقوله على العلن. ما هو ليه حدف الفيديوهات وليه حدف موقعه؟ لأن لو دخلت الناس تدور لن يجدوا فقط فيديو واحد أو اثنين أو عشرة، بل مئات من الأشياء التي تورط الشيخ. لكن هو حدث لأنه يعرف ماضيه جيدا ويعرف ماذا كان يقول، لكنه الآن مضطر للكذب، مضطر للتورية، ومضطر
للمعارض. خلينا نشوف ماذا كان يقول عن دستور مصر. يقول كلام واضح ومحدد وصريح. نحن ليس لنا دستور إلا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الدستور دستورهم والقوانين قوانينهم، وما يفعلونه يخصهم. أما نحن أهل الديانة، أهل الدين، العباد، عباد الله الموحدون، فلا يحكمهم دستور فيه شرك وفيه كفر، بل يعد طاغوتا. يعد طاغوتا يعني وثن معبود من دون الله. الدستور وثن، يعني مصر تحت وثن مشركة، البلد كله مشرك في نظر حسين يعقوب. لكن طبعا هذا لا، انا بخاطف انا تخصص عباد، انا ماليش دعوة، احنا دعاة ولسنا قضاة. لكن هو امام الكاميرا ولما كانوا متمكنين يعني اسد، نحن ليس لنا علاقة بالدستور، لهم دستورهم، احنا لنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة اللي هو السلفية اصلا اللي حينكرها. خلينا ما طبعا سينكر السلفية ايضا، والشيخ حيسأله او القاضي عفوا، القاضي حيسأله عن الفكر السلفي. نسمع القاضي يسأله عن هذا الأمر. السؤال: ما هو الفكر السلفي وما هو مضمونه؟ وهو سؤال عام انطلق فيه ما شئت وحط فيه النقط على الحروف. لا، هو مش عايز النقط على الحروف. السؤال واضح؟ السلفية وما هو مضمونه. ايوه تفضل. هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي. يوجه؟ أيوة، هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي. وانت، انا لاعب كورة، انا ماليش في اي شيء، انا ولا شيء، ولست من. هو كان حاطط نفسه ضمن مجلس شورى علماء السلفية، من ضمن احسن علماء السلفية. لما جاء امام القاضي ده سؤال توجهه لعلماء السلفية، انا ماليش دعوة. خلينا نكمل. هم يقولون ان السلفية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني هم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اللي انت قايلها من شوية في الفيديو اللي عرضت ليك انه دستوركم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بيقولوا هم يقولون اللي هم عايشين في تنزانيا، هم يقولون. انا ماليش دعوة، انا ولا مرة رحت تنزانيا اصلا. المهم بنكمل معاه، بيسألوا هل انت سلفي ام غير سلفي، ولاحظوا المراوغة في الإجابة. السؤال: ما هو الفكر السلفي وما هو مضمونه؟ وهو سؤال عام. لا اعتقد، خلينا نمر الفيديو. ايه مضمونه يعني الفكر السلفي؟ وهل تعني في اجابتك، هل تعني في اجابتك انك غير سلفي؟ انت حضرتك قلت يوجه الى دعاة السلفية. انا لا انتسب الى حزب ولا جماعة ولا ما ليش علاقة بالحزب، انا بتكلم في الدين. الدين انا فكري، انا احب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعه. والسلفي؟ السلفي يعني قد يكون متحزب، قد يكون يعمل يعني عاوز تقول متشدد؟ لا. امال عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول ايه؟ انا اقول ان هؤلاء لهم منهجهم وفكرهم، أما أنا فداعية إلى العبادة، إلى عبادة الله. هم السلفيين عندهم منهجهم وفكرهم، لأن أنا داعية فقط، يعني أنا ماليش دعوة بالسلفيين. يعني الفكرة أنه عايز ينكر كل شيء. وخلينا احنا مكملين معاه في مسألة السلفية، حيكمل القاضي ويسأله أكثر. يعني لا ينسب إليك أنك سلفي، معنى كلام حضرتك أنت مسلم قبل أن تكون أي شيء آخر. إذا أحد قال إن أنا سلفي هو يقول، لكن أنا ما بقولش إن أنا سلفي. طب أنت داخلك إيه؟ سلف. سلف.
الناسخ والمنسوخ، انت في داخلك ايه؟ انا سلفي، لكن انا ما بقولش انا سلفي، هم يقولوا انا سلفي. ربنا يرحمنا مع الشيوخ. هتفهمها ازاي؟ انا جوايا سلفي بس ما بقولش على نفسي سلفي، ولو قال علي واحد سلفي هو بيقول انا سلفي. ده اسمه اللف والدوران بصريح العبارة، بس اللف والدوران مالوش اي اسم تاني. مع العلم، مع العلم انه لما كان احمد، لما كان محمد مرسي هو رئيس البلد، قال لك قلنا له احنا عايزين رئيس سلفي، احنا عايزين رئيس سلفي، خلينا نسمعه. وقال هذا الكلام بنفسه. كان في قاعدة مع محمد مرسي مجلس شورى العلماء، ايوه، اللي انت مش عالم جاهل يعني. قرر المجلس بالاجماع دعم الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وتأييده. عندك حل تاني؟ حد عنده حل تاني؟ مفيش غير كده. بس انا قلت له كل اللي نفسكم فيه. قلت له انا اريد رئيس سلفي. ايوه، كتاب السنة فهم سلف الأمة، قالوا احنا دعوتنا سلفية. انا اريد رئيس سلفي، الكتاب السنة بفهم سلف الأمة. امال انت ايه؟ انا ملحد، بس انا يعني انا ملحد بس بحب رئيس يكون سلفي، مفيش مشكلة يعني. قال كده، قال الكلام مسجل صوت وصورة. قال، قلت له الشيعة، قال الشيعة اخطر على الاسلام من اليهود. قال نفسك، قلت له انا اريد رئيس لا يخاف من امريكا. قال لي انا ما بخافش. ده الجاهل دبلوم معلمين بيفهم في السياسات الخارجية وكيف يتعامل الرئيس مع امريكا، ويقول له يتعامل مع الشيعة ازاي. وده ده اللي هو انا ماليش، انا بس بدعي العوام، انا ماليش اي، انا ده انا اصلا جاهل بيقول لهم يعني. لا، ولما كان في اعتصام رابعة كان يخطب بأعلى صوتي، لأنه وقتها التمكين، ما هو الإسلاميون هكذا، هكذا يتلونون مع الظروف. الشيخ محمد حسين يعقوب هو تجسيد للحركة الإسلامية في أبهى حللها. خلينا نسمعه. إخوتي، على هذا المكان ومن هذا الكرسي ومنذ سنة، في السنة الماضية خطبت خطبة العيد، أيضا عيد الفطر، فقلت يومها لقد خطت مصر خطوة إلى الأمام، خطى الله بها خطوة إلى الأمام، ولن تعود مصر إلى الخلف إن شاء الله. وقد كان والحمد لله. اليوم مرحلة جديدة، أول عنوان لهذه المرحلة زيادة الإيمان. وتخطينا في هذه السنة مناطق صعبة وأوقاتا خطيرة. إي والله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، خشينا أن تعود الأيام إلى الخلف وأن يعود حكم الظالم. ولكن قولوا الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام ويظهر الإسلام. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة. ألا تكبرون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شايفين الفرق بين المحكمة وبين من قبل لما كان الإسلاميون واخدين الساحة؟ يعني الفرق بيبان، وبيبان لكم كيف يتصرف الإسلاميون في موقفين مختلفين.
نسمعه أيضا في اعتصام رابعة ماذا كان يقول. هذا الذي يتبرأ من الإخوان ويتبرأ من السلفية ويتبرأ من كل شيء ومن أنه عالم كل شيء أمام القاضي تحت اليمين. خلينا نسمع ماذا قال في اعتصام رابعة. إلى الذين يريدون فض الاعتصامات بالقوة أو بغير قوة لن تفض، طالما الحرب على الدين، طالما الأذى لأهل الدين، طالما الكيد ضد الدين لن تفض. سيثبتهم ربهم الذي خرجوا من أجله، فلا تردعنا تهديدات المهددين ولا أبدا إرجاف المرجفين. انتهزوا الفرصة وأنا هنا على هذا المنبر لأوجه تحية شكر وتقدير وإجلال وإعزاز لإخواننا المرابطين المعتصمين. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، تهنئة واجبة، ثبتكم الله، قولوا آمين. نصركم الله، وفقكم الله، أعانكم الله، هداكم الله، يسر الله لكم. اللهم احمي ظهورهم ورد عنهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيزهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا عاجلا ونصرا مؤزرا قريبا عاجلا غير آجل. كان يدعو لنصرة الإخوان على من هم ضد الإخوان بصريح العبارة. الشيخ الذي يدعي أنه كان مجرد شخص يعني داعية وبسيط ويكلم العامة وملوش دعوة بالسياسة، ملوش دعوة بالفتوى، ملوش دعوة بأي شيء، كان هو الفتوى، هو في مجلس العلماء، هو ينصح الرئيس الإسلامي، هو يقرر، هو يدافع عن الإخوان، كان هو الكل في الكل مع مجموعة تعرفونها جيدا. لكن أنا بصراحة أعتبر السؤالين التاليين من أخطر الأسئلة التي طرحت في المحاكمة. خلينا ننتبه للسؤالين أشد الانتباه، واحد يخص قتال الجيش والشرطة، واحد يخص المساجد والكنائس والأضرحة، لأن الجواب يظهر لك ما يبيته هؤلاء. خلينا نسمع السؤال والجواب. ما حكم قتال الجيش والشرطة وضرب المنشآت والمرافق العامة؟ أي أو لا، وافع على كده ولا ما حكم قتال الجيش والشرطة وضرب المنشآت والمرافق العامة؟ لا يجوز قتل المسلم. الشيخ يسأله عن الجيش والشرطة وهو يجيب بإجابة فيها خبث وفيها الفكر السلفي، لا يجوز قتل مسلم، لا يجوز قتل مسلم، معناها غير المسلم ماليش دعوة يتقتل، لا يجوز قتل المسلم فقط فقط، التانيين لا أستطيع أن أحرم دماءهم، دماءهم حلال، لا يجوز قتل المسلم. خلينا نسمع ماذا يقول له القاضي. إزاي يقتل مسلم؟ ما بتكلمش عن المسلم، أنا بتكلم عن المنشآت والجيش والشرطة والمؤسسات. المنشآت حضرتك دي ملك المسلمين جميعا. برضو المنشآت والشرطة، المنشآت ملك للمسلمين جميعا، يعني هي مش ملك للمسيحيين اللي في مصر، دول جايين سياحة يعني وحيمشوا بعد شوية أو ناخدهم للإسلام، ما فيش مشكلة، هي ملك للمسلمين ولذلك لا يجوز. طب لو كانت ملك للمسيحيين مثلا الكنائس؟ دي سكوت تام من الشيخ. خلينا نسمع. والجيش والشرطة دول ناس مسلمين، ما حكم الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين؟ ما حكم الاعتداء على المسلمين ولا لا يجوز الاعتداء على المسلم ولا قتل المسلم؟ حكمه ايه؟ لا يجوز، وبرضو قال المسلم، ما كررش غير المسلم. كمل. اللي يموت شخص ايا كان حكمه ايه؟ ان يلقى الله بكل ذنب خلى الشرك خير له من ان يقتل بان يلقى الله بدم رجل المسلم. الشرع هنعمل ايه فيه؟ يعني في اللي يقتل مسلم او غير مسلم لو يتقابل بحقوق يقتل. يقتل؟ ما حكم الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين؟ يقتل. لو يقام الشرع
لو كان يقام الشرع، لو كان يقام الشرع، يعني في حالتنا الآن ليس هناك شرع فلا يقتل. أجوبة الشيخ بها حب على الجميع. ألم تسمع عن عقوبة الإعدام؟ لا، عقوبة الإعدام يعني حضرتك يعني شرعت بأحكام معينة غير أحكام القرآن. أو أمال إيه اللي تقصده بمعنى يقتل؟ حضرتك ربنا سبحانه وتعالى قال كده. ومن يقتل مسلما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. كيفية القتل في الشريعة الزائد. حين الشريعة يبدأ كيفية. ايه هي ما تقول لي؟ الشريعة قالت ايه؟ أنا مش باحث في الموضوع صراحة. مش ايه؟ مش باحث في الموضوع ده خالص، يعني كيفية القتل أنا ما أعرفهاش، هنقتله إزاي؟ أنا مش باحث في الموضوع ده، أنا تخصص تاني، تخصص ملابس، ديزاين، حاجة زي كده، لكن ماليش دعوة بالدين.